العربية من أولها؟ بعد الشر يا حبيبي. وصلي صلي صلي عالنبي صلي صلي اللي ما يصلي صلي أمه يا هدية صلي الدية طعمية صلي 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 عارفين اللي حيمد إيده على العربية حاطله عليه مية نار سامعين؟ شكلك حطيت نفسك في بلوى جديدة يا عم قد ما تقولش كده. طب فهمني عملت ايه؟ تسهيل ربك يا سمعة. يا حبيبي يا قلبي يا اخويا تلاقيك واقع من الجوع اغرف لك تاكل؟ يا ريت طول عمرك اصيلة يا طوفة. من عينيا يا برنس الليالي. يا برنس مين؟ انا خالد يا سنيني. عايز يا خالد؟ صباح الفل يا برنس. صباح الفل يا خلوق. عدم المؤاخذة يعني هي العربية اللي واقفة بره دي تخصك؟ امال تخص مين يا عم؟ طب بعد اذنك يعني كنا عايزينها عشان فرح اخويا بكرة وكنا تايهين على العربية عشان نزفوا فيها انت فاهم؟ من يوم عربيتك الاولانية ما راحت في الوابة يا عم اتفصل. استنى عندك رخصتك ورخصة العربية. دي يا باشا رخصتي ودي رخصة العربية. طب انزل لي. يلا اموره يلا يا ابني انت هو ده فرح خالص. يلا يلا انزلوا. خير يا باشا بس هتركب البوكس ولا خليهم يحدفوك جواه؟ اه يا باشا بس افهم في ايه. العربيه مسروقه يرحمك مبالغين عنها. او كنسني يا بنت. هو معلش كده هيثم مجرب بس معلش انت حبيبي هيثم بس انت قصير فالشبكه بتقطع عندك. الهاتف الذي طلبته غير متاح. خرب بيت امك يا عماد هو ده وقته؟ طب بص هو في رقم تاني وبرد عليه. خبر ايه يا هيثم عايزين نتكلم بقى احنا كمان بقى. بقول لك ايه محدش هيتكلم غيري واللي هيتنفس تقطعه بالصيف. خلاص يا برنس حد قال لك حاجه اتكلم براحتك. بص فكك منه عبال ما يخلص. فكك مني بخطيره مفيش حد غير اللي هيتكلم. ما خلاص بقى يا برنس ما تسيبه يتكلم ما انا معاك من بدري ومحدش راضي يرد وبعدين بقى دي ما زقت واكل عيش حل عنا بقى. خلاص يا عم سويرس لخص. بقول لك ايه اديها بخمسة جنيه غير ضريبه المبيعات في عقد دقيقتين وعليهم دقيقه هديه بعشرة جنيه. ماشي بخطرها؟ بخطرها؟ كده كويس يا برنس وكل البشر المعفن اللي في الحجز يا نديني باسم امي. الو مين؟ اهلا يا برنس صدقني كنت بحلم بيك لقيتك بتتصل شفت الصدف؟ شوف انا في ايه وانت في ايه؟ يا بنت اسمعي بكره الصبح وانت رايح الشغل تعدى علينا وتقولي لاسماعيل اسماعيل تقولوا له ان العربيه طلعت مسروقه. طلعت مسروقه انت كل كلمه هتعيدها ورايا اديها بخمسة جنيه. خليه يعدي يا عماد انتخه. ايوه يا ست عماد زفت انتخه. ويقول له ان بكره الصبح هتعرض على النيابه. بكلمك من الحجز بكلمك من الحجز اديها بخمسة جنيه. خليه يجيب محامي والكلام ده تقوليه لاسماعيل اوعى تجيب سيره العواطف انت فاهمه؟ ولا هتحول لك رصيد ب 10 جنيه يا برنس؟ بقول لك ابقي حولي رصيد ب 10 جنيه. ما انا هديهم لك لما اخرج. طيب سلام. انا عزه يا ام عبد الله. عزه يا بنتي عزه ده بتاع البليله لسه ما ندهش. عايزه القصه اسماعيل. عايزه القصه اسماعيل فيها روح امك. دي سلام من البرنس. القصه اسماعيل رجع من السلمه وش الصبح ما اقدرش اصحيه. انفضي اللي في قلوعك اتفضلي. لا البرنس موصيني اقول له هو. جريه يا بت تجيب مساء الصبح. طب اقسم بالله لو ما قلتي اللي عندك ومشيتي اكون ضرباكي. برنس في الحجز والعربيه طلعت مسروقه. يا بنت تمشي يا بنت بدل ما طلعت لك بسناني يا بنت. بقولك برنس في الحجز. يا بنت تمشي بدل ما الناس اللي يشمشوا على قفاكي يا بنت. ايه تحب صون اعمل له ايه؟
معنيات جاي. انا اسفه اني صحيتك منه. لا ابدا مفيش حاجه. سعيد البرنس اتصل بيا وبيقولك ان العربيه طلعت مسروقه وهو دلوقتي في الحجز وهيتعرض على النيابه الصبح، فهات له محامي. الله يخرب بيتك يا رامي، وديت الوقت في داهيه. طب السلام عليكم بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. ازيك يا عنايات؟ نهارنا ازرق ان شاء الله. طب اعمل لك ايه؟ انا مش عارف، شفت العربيه انا قلت وراها مصيبه. المحامي فين يا اسماعيل؟ بيصور المحضر الجاي. وده وقته؟ حط صغيره يا استاذ، لان ما بدكش ما تقلقش. اخشوا الاول القهوه بتاعته وبعديها بخمسه اول واحد. خبره انت بخطرها. حبستني مرتين قبل كده، كل ما يشوفني يحبسني ما برحمش. الله، سامع يا اسماعيل؟ كل ما يشوفه يحبسه ما بيرحمش. المحامي فين يا اسماعيل؟ اهو الاستاذ المحامي جاي. نهار اسود، وده يعرف يخرجنا اسماعيل ده؟ اللي لقيناه بقى، بس يقولوا شاطر. المحضر معمول حلو قوي. حلو ازاي؟ في مصلحتي؟ لا طبعا. حلو يعني محكم، واللي عمله شاطر. والعمل يا استاذ في مخرج ولا لا؟ قبل اي كلام هات 100 جنيه. هات 100 جنيه يا اسماعيل. ما معيش 100 جنيه. ما انا ما معي. هات 100 جنيه يا اسماعيل. الفلوس مع عماد. وعماد راح في انهي داهيه؟ هتجيبوا الفلوس ولا استعوض ربنا في الوقت اللي ضاعته معاك؟ يا استاذ ما تعصبش علينا كده، اللي معاه فلوس في الحمام وراجع. في الحمام؟ هو ده وقته؟ عموما هستنى لما القهوه تخش، ان ما جاش اللي معاه الفلوس هسيبك وامشي. اسمع، لو صاحبك ما جاش يقول العربيه مش بتاعتك، بتاعت العريس، وانت كنت رايح تجامل ومالكش دعوه باي حاجه. بقول لك ايه بخاطرها؟ ايه؟ هو انت اتحبست كام مره قبل كده؟ كتير. امال بتتكلم ليه؟ ما تسكت يا اخويا، لو اتكلمت تاني هخنقك. اسكت منك ليه؟ معلش يا جماعه انا مضطر امشي، القهوه جت. والفلوس جه. اه وكيل النيابه جه؟ لا كان هيستناك لحد ما تيجي من الحمام. اما الدكر فندم 2000 جنيه. حصل. اتفضل يا استاذ. معلش مزنوق ما لقيتش اخش الحمام عشان الحقك. اه يا استاذ في مخرج. لا طبعا، بس انا هحاول اخرجك بكفاءه. بعد كده تقعد بقى مع صاحب العربيه وتراضيه عشان يقول ان انت خدت العربيه من وراه مش بغرض السرق، هتطلع منها زي الشعر بالعجين. خدت بالك انت؟ بيقول لك صاحب العربيه محلولة ان شاء الله. ايه؟ 4 استمرار. سعيد البرنس الله يطمنك. 4 استمرار. خد يا محمد تعال. ايه؟ انت بتقول ايه يا برنس؟ بقولك تعالى يا محمد. لا لا قول تاني كده وعلي صوتك. بص انا هعمل نفسي مش واخد بالي. قول تاني كده يا محمد. قول كده. بص انا مش واخد بالي منك يا ريسو. تعالى يا محمد يا دكر. ايوه كده، سمع سمع الناس دي كلها يا محمد يا دكر. ايوه جاي يا معلم برنس. امور اوعى جدع اوعى جدع. عمر يا معلم خير. بقولك ايه؟ انت ما زهقتش مني؟ لا طبعا، مش انت صعبان عليا. حاسس انك ما كترش من قوه التفكير يا جدع. عندك حق، انا حاسس ان دماغي بتغلي من جوه. على ايه يا عم؟ بره زي جوه، وكلهم يومين مقضينهم بالطول ولا بالعرض. كنت عشمان في الدنيا عشم كبير قوي، بس اديني اهو بطلع من نقره اخش في ضحضيره. الدنيا ما بتديش محتاجه برنس. طب وبعدين؟ هفضل انا محبوس 5 سنين وبعدين اخرج يلا من الاول تاني؟ عندك سكه تانيه؟ لا خلاص، يبقى اديها بالجزمه وخراب يا دنيا عمار يا دماغي وسلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي. بص يا ريس كل انت وانا اغني لك. سلامتك يا دماغي. سلامتك. تعالى يا سعيد. خير يا حصول؟ شو قلت لك هتفرج يا عم؟ تفرج ايه ده، تلاقي ظابط المباحث عايز السله.